بالعالم. شو حاجة بالخليجيات مو نشوف؟ لا لا من ذهب نشتغل فقط ذهب إيطالي وكويتي يعني ذهب خليجي مستورد. شنو فرق عن الذهب المحلي العراقي؟ أكو ذهب محلي عراقي بس شو راح تفصلها إلي؟ الذهب العراقي، الذهب اللي هو يجي من دول الخليج، والذهب الإيطالي، شنو فرق بينهم؟ ماكو فرق أستاذي، كل ما هنالك إنه الذهب المحلي هم معيار 21 بس مصنوع داخل العراق. الذهب المستورد يجي من دبي ويجي من تركيا يعني من غير بلدان، هذا يعتبر مستورد خليجي يعني. الكويتي، الإيطالي، الإماراتي. نفس الكفاءة العراقي بالنسبة لبقية أنواع الذهب؟ والله كل عيار 21 هو نفس الكفاءة، بس المستورد أجور أغلى. يعني اليوم أنت تشتري لك فد حاجة عراقية منها مصنعة ويجيب لك حاجة مستوردة، أكيد هذيك أغلى، أكيد خاضع قمرق وضريبة وكذا وتقيس وسيطرة نوعية، فهذا كلها أجور نقل يتحمل، هذا كله يفرق بالسعر أكيد يعني عن الذهب العراقي. بما أنه إحنا مقبلين على موسم عراس أي فرحة الزهرة أي بين قوسين، الشيء اللي مرغوب حاليا بالنسبة للعرس اللي عليه طلب اللي جاي اللي عليه طلب حسب إمكانية العروسة وحسب اللي جاية وإيش قد مطيها نيشان بين قوسين يعني قد مطيها اعداد فلوس نيشان ذكرتني اكو ترغب شغله قديمه اكو اللي يسمونه نيشان هو ما له علاقه بالنيشان هو ذول يسمونه امهاتنا الاوليات اهل العرب الاوليين الناس اي نيشان اي ترغب طخم كامل تاخذ لها طخم كامل واكو ترغب لا اكو تريد يعني تاخذ لها ميداليه وتراتشي وسوار ترهم ترهيم مع ام ضد الذهب للشباب على وجهة نظرك يعني إيه اللي بيصير؟ والله هو الذهب كل الأحوال زين، تدري ليش أستاذ؟ لأن الذهب المعدن الوحيد اليوم اللي تحطه فلوسه فوقه. لو عندك أحسن ملك، أحسن سيارة، أحسن ما تنباع بسرعة. يجوك شباب يشترون ذهب؟ يجوني كل شوية. أنا بالنسبة لي هنا مختص بالسوق بس أجيب رجالي اللي هو زنجيل، سوار. ها وجاي سيلك أنا جاي سيلك زنجيل وسوار. إيه أجيب يعني شغلات رجالية كل شوية معروف أنا بالسوق هنا أجيب رجال. هل يعتبر الذهب فعلًا مكمل الجمال المرأة؟ أكيد. مكمل جمال المرأة ومثل ما أقول لك يعني هو الذهب يعني زينة وخزينة يعني أنت في يوم يصير عندك مشكلة وعندك ذهب تريد تبني ابنك محتاج يعني هو كل مشكلة يحلها الذهب. ليش نقول لك أنت ضم فلسك اليوم من يوم الجزمة اليوم الأسود الأسود يعني الدنيا ما كل وقت الإنسان هو عنده فلوس يعني تقتنين عندك انت مو ذهب يعني؟ اي عندي وعندي وكل ما اجي للعراق اشتري نعم الي والاولادي اشتري نعم. انا دائما اكو موديلات معينه انا اكثر شيء احب كل شيء احب الذهب الثقيل احب اشتري لبناتي السوارات كلش احبها. شنو الشيء المرغوب هسه بالنسبه للعرسان؟ اكثر شيء هسه التخم الايطالي تخم اكو يرغبون ميداليه كويتي ومتراتشي ومحبس أكو لا كله تخم هسه التخم أسعار المناسبة لو غالية أكو يبدي الأسعار من مليونين وصاعد التخامة بس الميدالية لا تصير أنسب ميدالية مثلا صغيرة محبس ناعم تراتشي ناعم تصير أقل كلفة. شنو منشئهم؟ أكو كويتي وأكو تركي وأكو إيطالي وأكو عراقي بالسوق كشك أكو خليجي أكو بحريني أكو هواي فات. الأفضل إيطالي مثقالة 500. زين سؤال أبو علاوي جواب شنو رأيك بإكسسوارات الشباب؟ أكو شباب ترى ما يلبسون فضة أكو شباب يلبسون بس هو الذهب مو زين على الرجال ما أعرف أنا هذا ما أعرف بعد هذا أنت شوف رأيك يلبس سوار ويلبس محبس ويلبس قلادة ذهب بس هو هذا يكسر بوصيلات الدم يعني وكدين بنظرك لا أنا كنت لابس محبس ذهب خذيت لفترة لابسة بحس هذا شوف صبعي مبين واضح عندك بس ما واضح بالكاميرا يصير شلون يتحسس الجلد يتحسس الجلد لما ذبيته يلا رجع جلد الطبيعي حسس الجلد يكسر بصلات الدم الحمراء اللي بجسمك كلها. حضرتك صايب وحرفي نقدر نعرف شنو مهنة الحرفية يعني نعرف. الحرفية اللي هي تبدي العمل أنت تجيب ذهب خام وتفصله وتشتغله على إيديك بموجب الموديلات اللي أنت تفصله أو ترغبها نعم العدة المستخدمة أصناف العدة أشكال أصناف بالعدة الصياغة تحتاج اللي تعمل فيها بمهنة الحرفية قواطع مكاين سحب درفلة
أسلاك وصفائح هاي مكان درفلة. أجهزة جلي، أجهزة نقش، كثير أمور. المهنة هو تحتاج إلى عدد. زين أستاذ عظيم، بعدها موجودة الحرفية من تلة تلة قليل. قليل منو اللي يجيك؟ الناس اللي يحبون العمل اليدوي يرغبونه. وأقول لك بعد شغلة، احتمال الناس اللي عندهم ذهب معتزين به وهذا الذهب متعرض. مو بس هاي الفكرة أستاذ، كل ما هنالك بأن أكو ناس عندها أحجار معتزة بيها تحب أن تخلدها في بصياغة نعم. أو بعمل نعم. تلبسه.